تمرين بتجربة شخصية مني للسعادة والنعيم والروقان، ومودك دايما يبقى مظبوط، مش شوية فوق وشوية تحت. في ناس كتير تقول لي يا دكتور مودي دايما مش متظبط، حسني في حاجة غلط. هديكي تمرين هتدعيلي من قلبك تعمليه كل يوم، وودعي الزهق والخنق والخنقة والضيق والأنق. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم نفس مطمئنة مع دكتور أسماء سعيد. تسعة وتسعين في المية من الناس عايشين في حالة روتينية، في حالة أكتف، بمعنى أنام واصحى من النوم أتوضى وأصلي وأروح شغلي، واجي من شغلي أتغدى، هقعد شوية مع ولادي أو ما أقعدش، هلعب مش عارفة إيه، وأرجع بالليل أنام. الست تصحى من النوم تتوضى وتصلي تصلي وتخش تعمل اكل لاولادها او تعمل مش عارفه ايه نفسها، او تروح شغلها او تيجي وتاكل، وبعدين تقعد شويه مع اولادها، وبعد كده مش عارفه تكلم مين ولا تكلم مين، وتنام. حاله روتينيه بحته. ممكن تخرج مره بس، حتى الخروجات فيها روتين. عايزه توصلي لايه يا دكتور؟ لو انت ما دخلتيش اللي انا هقول لك عليه النهارده، هتلاقي نفسك مهما تعملي النفس تكره الروتين، النفس تكره الملل. جاي من ايه؟ من كل يوم، كل حتى لو كنت تعملي حاجات مفيده، انا بيجي عليا وقت ممكن شهرين اتنين شغاله كويس، او يجي عليا وقت ازهق من جلسات خلاص، يعني حتى جلسات الاسترخاء، حتى خلاص انا عايزه اجدد، لان النفس تعشق التجديد. تعالي النهارده غيري بس مثلا الموبايل بتاعك، مثلا غيري مثلا الصوره بتاعته من بره بس، تلاقي نفسك فرحتي. صح، التغيير مطلوب. طيب هتنط واحده دلوقتي تقول لي ايه؟ اقول لك ايه يا دكتور؟ انت عماله تقولي التغيير مطلوب، مفيش فلوس. والله قالت لي كده واحده، قالت لي كده مفيش فلوس اعمل ايه؟ مفيش فلوس اخرج، مفيش فلوس اروح في حته. قلت لها اخرجي وانت في البيت. قالت لي ايه ده يعني ايه؟ خدوا بقى التمرين ده. قبل ما نبدا التمرين، العلماء بيقولوا ان انت لما تبتدي تركزي فتره على تهدئة الأفكار بتاعتك، بتحصل لك حالة في هرمون في الجسم بيطلع بيفرز لك دوبامين وسعادة بطريقة لن تتخيليها. هوضحها لكم عن طريق تمرين دلوقتي. كل اللي معايا يعمل التمرين ده دلوقتي هتستفيدوا منه جدا. خدي غمضي عينيك الأول، وإيديك الاتنين بعيد عن بعض، ورجليك الاتنين بعيد عن بعض. اقعدي على الأرض قاعدة حتى اللي هي بتاعت صلاة الجمعة، او اقعدي على كرسي واسندي ظهرك، المهم الايدين ايديكوا الاثنين بعيد عن بعض ورجليكوا الاثنين بعيد عن بعض. ناخد نفس عميق، طلع بالراحه، ناخد نفس عميق تاني وطلعي بالراحه، خدي نفس عميق تالت وطلعي بالراحه، خدي نفس عميق رابع وطلعي بالراحه. روحي بخيالك دلوقتي لأكتر وقت انت كنت مبسوطة وسعيدة فيه. دوري جواكي بالراحة واسألي عقلك ايه اكتر يوم كنت فرحانة ومبسوطة فيه وطايرة من السعادة. روحي بخيالك للموقف ده او للمكان ده، وعيشي الحالة كلها تاني، عيشيها كاملة. ممكن توقفي الفيديو لحد ما تعيشي التجربة كاملة وبعدين تكملي، وشوفي نفسك كأنك طايرة
وروحي لأكتر مكان نفسك تكوني فيه أو تعيشي فيه أو حاسة إنك هتلاقي نفسك فيه. براحتك بقى، الخيال مفهوش ليميت، عيشي. في ناس لما كنت بعمل معاهم التمرين ده كانوا بيروحوا عند الكعبة وبيمشوا كأنهم بيطوفوا. في ناس تقولي أنا في بحر، في ناس تقولي أنا في ألمانيا، أنا مش عارفة فين، أنا فين. عيشي براحتك خالص وطولي في التمرين على قد ما تقدري، استغلي طاقة الجماعة بتاعت الفيديو وكملي في التمرين دلوقتي، وقفي حتى الفيديو وعيشي لحد ما تخلصي خالص. بعد كده شوفي نفسك طايرة واقفة على سحابة بتنغمري جوه السماء، واقفة دلوقتي قدام نور الله. نفسك تقولي ربنا ايه؟ تكلمي من قلبك وانت بترددي من جواكي كلا ان معي ربي سيهدين. انا غنية بيك يا رب وسعيدة بيك يا رب ومستمتعة بأنسي بيك يا رب. عيشي في الحالة كاملة، وقفي الفيديو واستمري. خدي نفس عميق وطلعي بالراحة، نفس عميق تاني وطلعي بالراحة. بعد كده ابتدي انزلي وفتحي عينك. التمرين ده اقوى حاجة تخليكي كل يوم انت عملتي دماغ زي ما بيقولوها دماغ عمر ما في حاجة في الكون تقدر من مكيفات تعملها لك. انت كده نفسك او عقلك عبيط اهبل، هو مش فاهم ان ده خيال، هو فاكر ان ده حقيقه. تخيل انا بقول لك دلوقتي اوعي تتخيلي صرصار شنبه طويل، بذمتك مش جه في عقلك؟ هو العقل لا يفهم الحقيقه من الخيال، هو مش مركز، هو بيظهر لك اللي انت عايزاه، ما بيعتمدش النفي خالص، ما عندوش نفي نهائي. فالفكره كلها هو كده هيفتكر ان انت خرجتي واتفسحتي وبتلف الدنيا كل يوم. انا في واحده قالت لي يا دكتور انا كل يوم بحط دوله في دماغي واروح بقى اتفسح فيها واخش على النت وادور دي عايشه ايه، الطاقه بتاعتها عامله ازاي. صدقوني لما تعملوا كده مع تطبيق طبعا الحاجات اللي انا بقولها كلها في الحلقات هتدعوني من قلبكم. تعالي بقى اقول لكم على حاجه النهارده، لو انت عايزه تعيشي بطاقه 100% كده وروقان ونعيم، تحسي ان انت مش من هنا. انا بقول لنفسي انا مش من هنا، دنيا تانية. كورس الطاقه الروحيه والابراء والشفاء التام خلاص فاضل له كام يوم، انا مش عارفه اذا كان الحلقه دي لما تنزل هيكون لسه في اماكن ولا لا، بس اسالي لان خلاص ما بقاش في حاجه. انا بامر الله مجهزه حاجات، يعني عارفه مفاجات بقى، مفاجات باذن الرحمن. الناس هتخرج منه تقول انا كنت فين وبقيت فين، بامر الرحمن بامر الرحمن. دي نيتي، هيخرجوا يقولوا انا ما كنتش عارف ربنا قبل كده، هيحسوا ان علاقتهم بربنا حاجه تانية. الروح عارفه الفطره هتظهر، هيكسروا الدنيا بعد الكورس باذن الرحمن. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ودخلت عليكم بالنفع وباليسر والخير. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما احلى الكلام والفضفضه وانت ما فيش بينك وبينه اي باب، والاحلى منه لما تدعي دعوه صعبه وفجاه أحلى الكلام والفضفضة وانت ما فيش بينك وبينه أي باب، والأحلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقاه استجاب. يا الله نفس مطمئنة هتعيش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حنة في كل مرة تغيب عني. أحلى الكلام والفضفضة وانت ما فيش بينك وبينه أي باب، والأحلى منه